بسم الله الرحمن الرحيم. أهداف المحاضرة إن شاء الله هنقوم بإعداد شبكة بسيطة باستخدام سيسكو سويتش. هنقوم بتفعيل بروتوكول تيلنت للوصول لأجهزة الشبكة عن بعد. طبعا خلينا ننشئ الشبكة من أول جديد. بضيف سويتش كاتاليست سويتشين جهاز كمبيوتر. تمام، بوصل الأجهزة. عندي الستريت بستخدمه من خلال الفاصل ايثرنت 0 باي 1 مع كرت الشبكة للجهاز فاست 0. بعدين عندي كابل كروس اوفر بستخدمه عشان اوصل السويتشات مع بعض. تمام، بدنا نعنون الجهاز. عندي الجهاز هذا بنعطيه اي بي 192.168.1.1 والماسك 24. الجيت واي حيكون عنوان السويتش 192.168.1.1 ونعطي الجهاز 2. تمام، اذا السويتش الرئيسي حيكون في حيكون عنوانه على الفيلان 192.168.1.1 والماسك 24. السويتش الثاني على الفيلان 1 برضو بعطيه اي بي 192.168.1.2 او خليها 3 لانه الكمبيوتر 2 والماسك 24. تمام، بنبرمج الجهاز الاول نعطيه اي بي 192.168.1.2 الجيت واي 192.168.1.1 عنوان السويتش. بنسكره، نبرمج الجهاز السويتش الرئيسي. هو طبعا الفكره انه انا اصل للسويتش الرئيسي من خلال سويتش اخر ومن خلال الكمبيوتر. بروح على السويتش الرئيسي بنبرمجه انيبل config t بعدين int vlan 1 عشان اعطيه اي بي ادرس 192.168.1.1 والماسك 255.255.255.0. بعمل نو شوت عشان افتح البورت. تمام، exit برجع لصيغه الاعداد. هان بدنا نفعل بدنا ننشئ يوزر نيم. يوزر نيم نسميه احمد. الباسورد حيكون سيكريت مشفر يعني 1 2 3 4 5 6. تمام، لا بدي انشئ وصله باللاين في تي واي 0 to 15 ولوجن لوكال. لوجن لوكال تمام، حيتم الوصول محلي. اند بننسخ الاعدادات. طبعا انا الام في رام فارغه. لو عملنا شو ستارت طب كونفيج ما فيش اشي في الام في رام، لكن الرام شو رن فيها هي الاعدادات. فانا هاي الباسورد اللي انشاته مشفر واسم المستخدم احمد. تمام، والاي بي اللي انا اعطيته هيو وهي اللاين في تي واي اللي انا فعلته واللوج اللوكال حيكون. بعمل كوبي، بدي اعمل كوبي من رن للستارت عشان يحفظ لي محتوى الرام للان في رام، لانه محتوى الان في رام فارغ. واحنا عارفين لو قطعت لو فصلت الكهرباء عن السويتش محتوى الرام حيفقد. عشان هيك بدنا نحفظ محتوى الرام على الان في رام اللي هي ذاكره غير متطايره. هاي انتر، كمان مره انتر، هيك حفظ لي. فانا
حفظ الإعدادات على الـ NVRAM لو عملنا Show Start. Show Start Enter. هاي جميع الإعدادات اللي كانت موجودة على الرام تم نقلها على الـ NVRAM. تمام كده أنا عملت إعداد للسويتش. نيجي نعطي أو نبرمج السويتش الآخر Enable Config T، بيضعطي اي بي على الفيلان 1 انت فيلان 1 اي بي ادرس 192.168.1.3 255.0. بعمل نو شوت انتر لان اند، بعمل كوبي رانينج config للستارت، بعمل تاب بيكمل لي اياها كمان مرة. الان بعمل بينج للسويتش الرئيسي 192.168.1.1 عنوان، تعمل بينج للسويتش رقم 3 للسويتش الرئيسي انتر. هاي بيحكي لي انه في اتصال بينهم. ممكن اعمل بينج للكمبيوتر من هان على عنوانه 192.168.1.2، هذا عنوان الكمبيوتر في الشبكة. تمام هاي في اتصال. طبعا احنا ما سميناش هذا السويتش، كيف انا ممكن اسميه؟ config t host name sw2 enter end. بدي اصل الان عن بعد للسويتش الرئيسي، السويتش المالتي لير سويتش. في عندي امر تيلنت او بروتوكول تيلنت، وبكتب عنوان السويتش الرئيسي 192.168.1.1 انتر. طلب مني اسم اليوزر اللي انا انشاته اللي هو احمد، الباسورد من 1 لـ 6. تمام انيبل. انا طبعا ما وصلت للسويتش لكن قال لي نو باسورد سيت على صيغه الامتيازات، فبرجع عشان اصل واتحكم فيه بطريقه كامله، برجع للسويتش الرئيسي وبعطيه وبعمل باسورد على صيغه الامتيازات لصيغه الامتيازات. بس لازم اروح على الكونفيج تي وبعمل انيبل سيكريت enable secret، واي اسم او اي كلمة مرور ممكن اعملها، هي نور ككلمة مرور enable secret نور enter end. برجع تاني على السويتش عشان اصل اكمل. هان لما بعمل enable حيطلب مني كلمة المرور اللي هي نور انشأتها هناك، سوري نور. تمام هان انا وصلت للسويتش الرئيسي. السويتش الرئيسي ما اعطيناهوش ما غيرناش اسمه. ممكن من هنا وانا في السويتش الثاني اعمل عليه تعديلات. بروح على config t host name، بدي اعطيه اسم sw1 enter، هي تم تغييره end copy run start copy run start enter. حفظنا الاعدادات. لو رحت على السويتش الثاني اللي هو انا وصلت له عن بعد نشوف صار في تغيير، هي تم تحويله الى SW1 وهذا الاعداد تم عن بعد. طيب كيف ممكن انا اصل للسويتش من خلال الكمبيوتر؟ بروح على الكمبيوتر run وبكتب تيل نت وعنوان السويتش 192.168.1.1 انتر. طلب اسم المستخدم احمد، بعيد نفس الخطوات كلمة المرور 1 لـ 6. تمام بعمل انيبل انتر الباسورد نور انتر شو اي بي انت بريف، بيعرض لي شو اي بي انت بريف، حيعرض لي الواجهات تبعت السويتش. تمام او مثلا شو رن، بدي اشوف محتوى الرام، هاي شو رن. فانا وصلت كيف بدي اطلع؟ بعمل اكزيت
عشان ارجع للكمبيوتر وانفذ اي اي ممكن اعمل بينج من هان 192.168.1.3 للسويتش الثاني مثلا، وهي في اتصال بينه وبين السويتش. فبيكد انا ممكن انهيت تقريبا المحاضرة، انه احنا كانت الفكرة افعل التلنت عشان اصل للسويتش الرئيسي من خلال الكمبيوتر او من خلال السويتش.